صالح العويل. صالح العويل الفنان الذي دائما في أدوار الشر والبلطجة، فقد حفظنا تقاسيم وجهه عن ظهر قلب، ولكن هل نعرف اسمه؟ تاريخه الفني وبداياته التي كانت غريبة نوعا ما. ذلك الفنان الذي تحدث عن كبار النجوم نظرا لقربه منهم، ولكن هل تعرف ما قاله عن عادل إمام وسمير غانم؟ هل صادفك يوما أن رأيته في برامجه التلفزيونية والتي يتحدث فيها دون قيود؟ إذا كنت لا تملك الإجابة عن تلك الأسئلة، إذن أنت مدعو معنا للتعرف على الفنان صاحب الموهبة المتميزة صالح العويل في حلقتنا، لذا تابعونا. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. من موظف بسيط في وزارة الصناعة إلى أحد أشهر ممثلي الأدوار الثانوية الكومبارس في السينما والدراما المصرية، فقد جعلته ملامح وجهه الحادة ونظرات عينه الثاقبة إضافة إلى طوله يتربع على عرش أدوار الفتونة والبلطجة، فضلا عن بعض الأدوار التي ظهر فيها كمخبر وقائد عصابة. ولد بمحافظة الشرقية في 19 مارس عام 1946 لعائلة لا يعمل أحد منها في صناعة السينما. جاءت بدايات العويل من حبه الشديد لحضور الأفلام السينمائية، ففي أحد الأفلام التي كانت تعرض في سينما كوزموس عرف من الجمهور أن الممثلين دائما ما يجلسون على مقهى خلف السينما، فقرر أن يذهب إليها ويمكث بها ليل نهار حتى يجد فرصته. وبالفعل تعرف على العديد من الممثلين الصغار الذين عرضوا عليه أن يشارك معهم في فيلم جديد من بطولة شكري سرحان. البعد عن الروتين في العمل الحكومي دفع العويل للاستغناء عن وظيفته إلى الأبد بعد انضمامه لأول مشهد سينمائي. أنا ما كنتش أعرف أن هبقى بطل مشهور أو لا، بس كل اللي فكرت فيه أن أنا ما بحبش القعدة على المكاتب، ولحد دلوقتي بشتغل سنة وثلاثة، لأ المهم بشتغل حاجة بحبها. الفنان صالح العويل والذي اشترك في ما يقرب من 120 عمل فني وقف أمام كبار الفنانين، وعن ذكرياته مع النجوم وصف الفنان سمير غانم بالإنسان كثير الحنان، فقال: عملت مع الفنان سمير غانم في فيلم إنهم يسرقون الأرانب، حيث كان من المفترض أن يضربني بالشومة، لكن سمير غانم رفض ذلك واستبدل الشومة بالباذنجانة. وكان له موقف مشابه مع الفنان الراحل أحمد زكي، فقال أن الفنان أحمد زكي في فيلم حسن اللول ضربه بالألم دون أن يكون مكتوبا في السيناريو، وأعطاني أموالا بعد غضبي. أما أهم تصريحاته كانت عن الفنان عادل إمام، فأكد العويل: وقفت قدام نجوم كتير، الوحيد اللي ما حبتوش هو عادل إمام لأنه أناني ومتكبر. قالها وهو يتذكر مشاهد فيلم جزيرة الشيطان من بطولة الفنان عادل إمام، وصرح أنه ضرب الفنان عادل إمام في مشهد عصابة حمادة وتوتو ضربا مبرحا، مع أن المخرج طلب منهم أن يضربه كده وكده. جدير بالذكر أن الفنان متزوج من خارج الوسط الفني ولديه من الأبناء 7 6 بنات وولد، ولم يفكر أحد من أبنائه أن يخطو على نهج أبيه، حتى ابنه الوحيد حاول معه مرارا وتكرارا أن ينضم لإحدى المسرحيات التي يقدمها، إلا أنه رفض ليس كرها في التمثيل بل لأنه لا يجيده. ومن الأعمال التي اشترك فيها الفنان صالح العويل: جبل الحلال، قلب ميت، كناريا وشركاء، أميرة في عابدين، فارس بلا جواد، السيرة الهلالية، النوم في العسل، مستر كاراتيه، الإرهاب والكباب، الراقصة والسياسي، والعديد من الأعمال الأخرى. برأيك عزيزي وبعد استماعك لحلقة اليوم، ما رأيك في تصريحات الفنان صالح العويل حول النجوم وبالأخص الفنان عادل إمام؟